بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبارك الله فيكم، وكما وعدتكم بين الفينة والأخرى أن أقدم لكم لقطات ونماذج من التقارير الميدانية التي تصلنا من مشاريعكم التي ساهمتم فيها في دولة بنين في غرب أفريقيا. من بين مئات التقارير الميدانية ومن بين مئات الفيديوهات، اخترت لكم اليوم فيديوهين سريعين إن شاء الله. الفيديو الأول هو يتعلق ببئر، وأثناء الحفر إذا بالماء يصعد في أمتار قريبة، في المتر الرابع أو المتر الخامس الماء بدأ يخرج، وينبغي أن نحفر البئر إلى عمق 8 أمتار حتى يكون الماء يعني غزيرا ولا يغور بعد مدة من الزمن. فالذي حدث أن الإخوة يعملون بأيديهم ويعملون بالفأس ويسحبون الماء والطين في البداية الأمر بالدلو، ولكن كثر عليهم، فلما كثر عليهم أحضروا هذه الآلة وهذا الموتور الكهربائي الذي يشفط الماء شفطا، وخرج الماء والحمد لله. وهذه المعاناة التي كانوا يعانونها أحسست بذلك التعب وأحسست بذلك الجهد، ولكن سبحان الله وجدنا فرحة على وجوههم بالرغم من ذلك التعب وبالرغم من ذلك الألم. هذا هو الماء الذي خرج من البئر وقد اختلط بالتراب، لذلك هم مضطرون لأجل إخراجه حتى يواصلوا الحفرة ليبدأوا بعد ذلك بوضع الصب داخل البئر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. الفيديو الثاني هو حفل افتتاح البئر رقم 29 والحمد لله، وهذا البئر هو في سلسلة آبار قد قدمها عدد من الإخوة وشارك فيها عدد من الإخوة ممن شاركوا في مجالس السماع التي كانت في رمضان، وممن جاءوا بعد تلك المجالس، وممن رغبوا أن تكون تلك الآبار عن آبائهم أو إخوانهم أو أصدقائهم أو أقربائهم كصدقة جارية والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. شاهدوا معنا اليوم افتتاح هذا المشروع المبارك، شاهدوا معنا هذه الفرحة، شاهدوا الفرحة على الوجوه، شاهدوا الفرحة على وجوه الأمهات، شاهدوا الفرحة على وجوه الأطفال، هؤلاء البنات الصغيرات، هؤلاء الأطفال الصغار الذين لم يروا الماء بهذا الشكل المتدفق، إنهم يفرحون لهذا الماء فرحا كبيرا جدا. حفر البئر والحمد لله على عمق 10 أمتار ونبع الماء جميلا صافيا أبيضا والحمد لله، وارتفعت أكف أولئك المساكين وأولئك المستضعفين تدعو لكم أيها الإخوة المساهمون، تدعو من أعماق قلوبها أن يوفق الله عز وجل كل من ساهم ولو بدرهم واحد في هذا العمل الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم، وأسأل الله عز وجل أن يزداد هذا الخير. فهدفنا إن شاء الله 1000 بئر ماء في غرب أفريقيا إن شاء الله، بجهودكم وبدعمكم وبمساعدتكم إن شاء الله تنطلق هذه الآبار، وكذلك تنطلق المساجد. 100 مسجد هدفنا، 100 مسجد و 1000 بئر إن شاء الله، وكل مسجد يكون بجواره بئر للماء لأجل الوضوء ولأجل استفادة أهل الحي من هذا البئر بإذن الله تعالى. إلى اللقاء في تقارير أخرى، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.